انتعشت مجموع السدود المغربية بما يقارب نصف مليار متر مكعب من المياه بفضل التساقطات المطرية والثلجية الهامة اللي شهدتها بلادنا إلى غاية فاتح مارس الجاري. وحسب جردة العالم الصادرة اليوم، فهذه الأمطار أعادت الأمل إلى نفوس الفلاحين بإنقاذ الموسم الفلاحي، وكانت أعلى المقاييس تسجلات في مدينة طنجة والنواحي بحيث وصلت إلى ما مجموعه 754 ملم، متبوعة بمدينة إفران اللي سجلات 467 ملم، وتطوان اللي سجلات 403 ملم، قنيطرة 395 ملم، مكناس 241 ملم، فاس والدار البيضاء 240 ملم، أما الجديدة 228 ملم. هاد التساقطات المطرية ساهمت في إنعاش الفرشة المائية وحقينة السدود.